نناقش في هذا المقطع مفهوم السيجنالز ان فيكتورز. نحاول انه نبحث وجه التشابه ما بين السيجنالز والفيكتورز من حيث اسلوب التمثيل الرياضي وآلية تطبيق بعض المفاهيم المتعلقة بالكومبوننتس اوف فيكتورز وانقلها لايجاد طرق تمثيل الكومبوننت اوف سيجنالز، تحديد مفهوم الاورثوغوناليتي ما بين التو سيجنالز، المعيار ايجاد المعيار اللي على اساسه ممكن انه انا اتخذ قرار او انه احدد انه ذول التو سيجنالز اورثوغونال، كيفيه ايجاد مقدار قيمه فرضا الباورز او مقدار قيمه الانرجي لتو سيجنالز بشرط انه يكونوا متعامدين. هذا المقطع راح يناقش بكل التفاصيل المتعلقه، خاصه انه هذا مفهوم الاورثوغوناليتي مفهوم كلش مهم بالنسبه لمهندسي الاتصالات وللشخص المهتم بالسيجنالز اند سيستمز. فخلي نبدي بالتفاصيل الاوليه. اولا السؤال، هل يوجد تشابه او ما هو اوجه التشابه ما بين السيجنالز وما بين الفيكتورز؟ الجواب على هذا السؤال، اولا التشابه هو تشابه كبير جدا، او ان العلاقه ما بين السيجنالز والفيكتور هي علاقه قويه جدا. السبب انه السيجنالز يعني مو تشبه الاشاره الفيكتورز، يعني مو فقط النقطه انه او يوجد اوجه تشابه بيناتهم، بل ان السيجنالز هي اصلا فيكتورز. فبالتالي النقطة الأساسية اللي عندنا أنه السيجنالز هي فيكتورز، فبالتالي آلية التمثيل مالتنا رياضيا إذا أريد أمثل أي متجه، أولا آلية التمثيل هي تعتمد على يمن أنه ممكن أنه أنا أمثل المتجه الفيكتور بدلالة مجموع مركباته أو خلينا نسميه مكوناته بطرق عديدة، اعتمادا على يمن على النظام المستخدم، على نظام الأحداثيات المستخدم. بنفس الأسلوب السيجنال يمكن أنه أنا أمثلها كمجموع مركب، يعني بدلالة مجموع مركباتها بطرق مختلفة. هذا المفهوم اللي هو مفهوم الفيكتورز راح ناخذ بعض البيسك مالته، خلينا نشرح الأساسيات الأولية ونحاول نعممها على الكونسبتس اوف سيجنالز. بس أول خطوة خلي أبدي بالكومبوننت اوف فيكتور. أي متجه بصورة عامة، أي متجه حتى نمثله أو حتى عرفه يحتاج نقطتين للتعريف، أولاً مقدار المتجه او طوله واتجاهه. فخلي افترض انه انا عندنا متجه هو كابيتال اكس. طبعا اليه تمثيل المتجه كتمثيل رياضي ممكن انه نمثله بهالشكل، هذا السهم يعني واحده من التمثيلات انه هذا الاكس هالشكل الرمز اللي فوق بعده دليل على انه هذا متجه، او ممكن اكس بار او فقط بولد كابيتال اكس. فالاليات الموضوعه لتمثيل المتجه كثيره. فخلي افترض انه انا عندي متجه هو كابيتال اكس بهذا الشكل، طول المتجه هذا هو مطلق الكابيتال اكس بار، فاقول هذا هو يمثل مقدار قيمه اللينكث، هذه هي اللينكث للمتجه اكس. زين خلي افترض انه انا هنا عندي متجهات اثنين، نفترض ان المتجهات اللي موجوده عندنا، يعني خلي افترض المتجه الاول هذا متجه الاول بهذا الشكل وعندي متجه ثاني بهذا الشكل. هذا المتجه خلي اسميه جي، هذا المتجه خلي اسميه اكس اللي هو المتجه مالتي. الآليات اللي هنا لتمثيل المتجه مالتنا، إذا أريد أوجد مركبة المتجه جي بدلالة أو اعتمادا على مقدار قيمة المتجه إكس أو على طول المتجه إكس، هذه المركبة راح أسميها سي إكس. يعني خلينا نفترض إنه هسه هذه عندي، أسقط هذه بشكل عمودي هالشكل اللي هنا، هذه راح أسميه إي، وهذه هنا المركبة مالتنا مركبة المتجه جي على طول الإكس راح أسميها سي إكس بهذا الشكل. طيب هسه هنا الآلية للتمثيل، هذه واحدة من طرق التمثيل، ممكن انه انا استخدم طريقة ثانية للتمثيل. يعني فرضا لو كان عندي نفس المتجه هذا، ممكن انه هذه هنا عندي هذه المتجه اكس مالتنا، هذه المتجه جي. ممكن اسلوب ثاني للتمثيل انه بدل ما يكون الطريقة عمودي، ما راح يكون انه تسقطنا عند عمودي مائل بهذا الشكل، هذه راح اسميها اي 1 وهذه المركبة راح تكون هي سي اكس سي 1 اكس. هذه طريقة. الطريقة الثالثة ممكن أن نمثلهم بهذا الشكل، هذه X، هذه المتجه G، نعم متجهات هذولي. ممكن الأسلوب الثاني للتمثيل أو الأسلوب الثالث للتمثيل أنه بهذا الشكل، هذه هنا راح يكون عندي E2 وهذه راح تكون المركبة، هذا طبعا المركبة هالشكل، هذه المركبة راح تكون C2X. هذول ثلاث طرق، طبعا يوجد بعدهم بعد أكثر من هذه الطرق بالتمثيل، أكثر من طريقة من طرق التمثيل.
فخلي ارجع لهذا الاسلوب التمثيل، خلينا نفترض هذا الاسلوب هسه مثل المتجه مالتنا. السؤال ما هي التاثير او ما هو التاثير الرياضي لمركبه متجه على متجه ثاني او بدلاله متجه ثاني؟ يعني السؤال ما هي تاثير مركبه المتجه جي على المتجه اكس؟ هنا الاليه مالتي اعتمادا على هذا التمثيل ممكن انه نذكر المتجه جي يساوي بدلالة مركباته هو عبارة عن CX زائد الE اعتمادا على هذا التمثيل. فهذا المتجه مالتنا مثلته بهذا الشكل، أو إذا أردت مثل هذا المتجه اللي هنا بالأسلوب الأول اللي هنا، هذا ممكن أكتبه هو عبارة عن G تساوي مقدار CX C1X زائد مقدار قيمة الE1. وبالنسبة اللي هنا ممكن أن نقول متجه G مالتنا هو عبارة عن مقدار قيمة C2X زائد E2. هذول كلهم طرق تمثيل وكلهم ما يمثل مقدار قيمة الجيل اللي هنا، يعني هذا الاسلوب يساوي لهذا الاسلوب يساوي لهذا الاسلوب. هذا نسميه آلية تمثيل متجه بدلالة مركباته. زين السؤال، إذا أريد أنه اعتماد على هذه التمثيلات اللي هسه الموجودة عندنا، هذا الاسلوب التمثيلي اللي هو جي يساوي لي سي اكس زائد اي باعتبار أنه هذا يمثل هو الخط العمودي أو المركبة العمودية، اسقاط سي اكس هي عن طريق أنه إيجاد مقدار قيمة الفيرتيكال لاين ما بين الجي إلى الاكس اكسس، هذا التمثيل راح نسميه او هو التمثيل الافضل والمتعارف عليه بتمثيل المتجهات لايجاد مركبات متجه بدلاله المساقط مالتها. زين السؤال هسه اللي هنا، هذا المقدار اللي هو الاي تاثيره شنو هو؟ دائما ما يعرف هذا المقدار على اساس هو مقدار قيمه الايرور فيكتور. بمعنى لو كان عندنا فرضية، يعني فرضا لو افترضنا انه المتجه جي ممكن انه انا اقربه بدلالة سي اكس فقط هالشكل، هذا التأثير الغيته، هذا التأثير من الغينا اهملنا التأثير مالته اللي هو سميناه بمقدار قيمة الايرور فيكتور بهذا الشكل التوصيف، هذا نسميه بروكسيميشن فيكتور ريبريزنتيشن، يعني تمثيل الفيكتور بطريقة تقريبية. زين او ممكن انه انا احسب مقدار قيمه الايرور فيكتور بالشكل التالي، هو عباره عن مقدار قيمه الجي من هذه المعادله ناقص سي اكس هالشكل، هذول اثنيناتهم، وطبعا هذا فيكتور لانه فيكتور ماينس فيكتور يعطيني فيكتور. زين هذا الاسلوب التمثيل هو يمثل مقدار كيفيه ايجاد مقدار قيمه الايرور فيكتور لتمثيل المتجه بدلالات مركباته. بنفس الاسلوب ممكن انه اوجد مقدار قيمه الاي 1 من هذه المعادله، اي 1 هي عباره عن الجي ناقص سي 1 اكس، او من هذه المعادله ان مقدار قيمه الايرور اي 2 هو عباره عن الجي ناقص سي 2 اكس بهذا الشكل. زين خلي اعمم القاعده انه هذا المتغير اللي عندي العفو الكونستانت اللي موجود اللي هنا، هذا هو يمثل مقدار قيمه النورماليزيشن او خلي اسميه الاوبتيمم بارامتر فور مينيمايز ايرور، كيفيه اختيار مقدار قيمه السي بارامتر لتقليل مقدار قيمه الايرور فيكتور. طيب كيف اختياره؟ خلي انتقل لمفهوم الدوت برودكت ما بين تو فيكتورز. حتى اوجد الدوت برودكت كتعريف عام، الدوت برودكت ما بين الجي والاكس هو عباره عن يعني جي دوت اكس يساوي طول الاول اللي هو مطلق جي في طول الثاني مطلق الاكس في كوساين الزاوية اللي بيناتهم كوساين ثيتا، هذه الزاوية اللي ما بين المتجهين خلينا نفترضها ثيتا. زين هسه خلي احاول انه اشتق العلاقة هذه استفاد منها رياضيا لايجاد فد قاعدة لايجاد مقدار قيمة السي بارامتر حتى احدد مقدار قيمة المينيمم ايرور بالنسبة للفكتور ريبريزنتيشن. اعتمادا على مقدار قيمة او خلينا نقول القاعدة اللي عندنا، انه لو كان مثلا عندي 2 مطلق X تربيع، هذه تساوي لي قيمة الـ X vector في الـ X vector نفسه، وكأنه جاي أضرب في نفسه لاعتماد على القاعدة هذه، باعتبار أنه هنا الـ vector في نفسه يساوي لي طوله في نفسه في كوساين زاوية بيناته هو صفر، فكوساين صفر واحد فتطلع بالمعادلة مالتي بهذا الشكل. اعتماد هسه على هذه المعادلة، إذا أرجع للتمثيل مالتي اللي هو طول المركبة جي على طول الـ X باعتبار هذه طول المركبة C، طول مركبة G فاكتر على ال X axis هي تساوي لي مقدار قيمة C في مطلق X هالشكل، وتساوي لي من هذه المعادلة هي مطلق G في كوساين ثيتا. راح أضرب هسه هذه المعادلة كلها
في مطلق x، فصير عندي المعادلة هنا c مطلق x تربيع تساوي مطلق g تربيع أو طولة في طول ال x تربيع هذه الشكل في كوساين ثيتا. هذا هو مفهوم الدوت برودكت ما بين التو فاكتورز. من عند هذه المعادلة ان المقدار قيمة ال c بارامتر هو عبارة عن g دوت x على مطلق الاكس، المطلق الاكس هو شو يساوي يعني على هالمعادله اكس تربيع في مقدار قيمه هذه المعادله تساوي، اذا اريد اعممها هسه هنا راح تكون مساويه 1 على مطلق الاكس تربيع في جي دوت اكس. زين هسه هذه هنا المعادله وصلنا الى انه كيفيه ايجاد مقدار قيمه السي. السؤال هسه اللي هنا، اذا كانت التو فاكتورز متعامدين او orthogonal vectors، مفهوم المتعامدية ما بين two vectors بمعنى انه لو كانت الزاوية ما بين two vectors 90، اذا هذا يؤدي الى مقدار قيمة السي بارامتر صفر، وبالتالي راح يحدد مقدار قيمة المعادلة بهذا الشكل. اذا خلي اعمم مفهوم التعامدية، نذكر القاعدة بالشكل التالي: اذا كان عندي two vectors وهذول الفكتورز orthogonal، اذا مقدار قيمة الدوت برودكت بيناتهم يساوي صفر. او بمعنى متى ما انه عملنا دوت برودكت ما بين تو فاكتورز وكانت الناتج للعمليه الدوت برودكت صفر، دليل على انه تو فاكتورز انهما متعامدين. اذا متى ما كان عندي جي دوت اكس يساوي صفر، هذا يعني انه جي الفكتور مالتي اند الفكتور الثاني ار اورثوغونال، ار اورثوغونال. هسه هذا المفهوم الاول لإيجاد كيفية إيجاد التعامدية ما بين الفكتورز، يعني متى ما أنه عملنا دوت برودكت ما بين تو فكتورز وكان الناتج يساوي صفر، إذن هسه المعيار هذا أو قراري دائما أن التو فكتورز هذول هما فكتورز متعامد. زين هسه هذه المفاهيم المتعلقة بالكمبوننت أوف فكتورز، كيفية تمثيلهم بدلالتهم. فهذا صار هسه أولا خلي أحفظ أنه هذا هو المعيار الأول لاختبار أو لإيجاد معيار الأورثوغوناليتي ما بين السيجنالز. طيب خلي أنتقل هسه هذه المصطلحات اللي أخذناها هنا ومفهوم الكومبوننتس أوف فيكتورز، خلي أعممه على الكومبوننت أوف سيجنالز، خلي أشوف أوجه التشابه. ممكن إنه أنا أطبق نفس المفاهيم فيما يتعلق كيفية تحديد أو إيجاد الأورثوغوناليتي ما بين تو سيجنالز، أو كيفية إيجاد الأبروكسيميشن ريبريزنتيشن بالنسبة للسيجنال بدلالة سيجنال ثانية على السيجنال مثل ما طبقتها على الفكتور. خلي ألاحظ هذه الأمور وناقشها بشكل التالي. خلي أفترض أنه أنا عندي تو سيجنالز، السيجنالز الأولى خلي أفترضها هي عبارة عن جي أوف تي، والسيجنالز الثانية هي الإكس أوف تي، وهذول اثنيناتهم راح افترضهم انهم ريال مبدئيا، ريال سيجنالز. اوكي زين هذول اثنيناتهم ريد اوجد العلاقه بيناتهم واليه التحليل ضمن الفتره تي 1 تي 2، يعني خلينا نفترضهم انهم هذول تو ريال سيجنالز موجودين ومعرفين ضمن الفتره الزمنيه من تي 1 الى تي 2. فخلي اوجد اليه هسه اولا كيفيه ايجاد تمثيل الاشاره جي اوف تي بدلاله الاشاره اكس اوف تي، اعتمادا على نفس التعريف اللي ناقشناه قبل قليل انه كيفية ايجاد فيكتورز بدلالة مركباته. فممكن انه انا امثل الاشارة مالتنا اللي هي جي اوف تي تساوي تقريبا هي سي في الاكس اوف تي، متى ما كان انه تأثير مقدار قيمة الايرور فيكتورز اللي هو الاي اهملناه، او بمعنى انه كان قيمته قليلة جدا، هذه ضمن الفترة تي اكبر او تساوي لي تي واحد اقل او تساوي لنا تي تو. هذا الكلام شنو معناه؟ اذا كان المطلوب من عندي هسه حاليا ان احسب مقدار قيمه الايرور فيكتور او الايرور كومبوننت، باعتبار انه انا هسه نقلت المفهوم للسيجنالز، فالايرور كومبوننت اي اوف تي ممكن انه انا امثلها بهذا الشكل، هي عباره عن مقدار قيمه الجي اوف تي ناقص سي اكس اوف تي ضمن الفتره تي اكبر او تساوي لي تي 1 اقل او تساوي تي 2 وصفر ضمن الفتره اذروايز. زين هنا هسه حاليا خلي نتفق على المعيار اللي على اساسه احدد افضل ابروكسيميشن بالنسبه لي. يعني لو كان السؤال find the best approximation، المعيار اللي عندي لتحديد البيس ابروكسيميشن هو طريقه من طرق تمثيل السيجنالز او معيار من المعايير المتبعه لايجاد او لقياس السيجنال. واحده من هذه المعايير هو كيفيه ايجاد مقدار قيمه السيجنال انرجي، ناقشناه في مقطع سابق وذكرنا انه مقدار قيمه السيجنال انرجي هي تمثل مقدار او اسلوب من اساليب
قياس للسيجنال سايز، فعلى هذا الأساس راح أعتمدها. طيب لو كان السؤال هسه أنا أوجد مقدار قيمة الإنيرجي للإيرر فاكتورز أو للإيرر كومبوننت اللي موجودة، فالآلية اللي عندي حتى أوجد أفضل تقريب هو أنه أبحث عن أقل إنيرجي أو أحاول أقلل مقدار قيمة الإنيرجي للإيرر، وبالتالي راح أضمن أنه التقريب أو التمثيل للسيجنال هذا هو يمثل أفضل أسلوب. على هذا المفهوم اذا اريد اوجد مقدار هسه مثلا الانر عفوا الانرجي بالنسبه للايرر اللي هي الاي اي خلي اسميها الانرجي للايرر كومبوننت، هو عباره عن تكامل من تي 1 الى تي 2 للاي سكوير اوف تي دي تي، هذا هو اسلوب ايجاد مقدار قيمه الانرجي، ويساوي تكامل من تي 1 الى تي 2 اعوض عن مقدار قيمه الاي بهذه اللي هي تمثل مقدار قيمه الجي اوف تي ناقص سي اكس اوف تي دي تي، هذه سكوير. زين هسه حاليا اذا انتبه على هذه المعادله، بالنسبه لي لازم انتبه على نقطه كلش مهمه، التكامل بالنسبه لهذه الداله هو نسبه للزمن، يعني بمعنى ان المتغير هو تي، لكن انا فعليا يعني هذا هو وكانه المتغير اللي على اساسه، يعني اذا انتبه لهذه المعادله ظاهريا انه تي هي تتحكم بمقدار قيمه الاي، لكن هذا الكلام غير صحيح. اللي الفاكتور المهم هو السي، لانه اليه ايجاد الكراتيريا الموجوده عندي هو او المعيار اللي نعمل عليه هو كيفيه ايجاد مقدار قيمه السي بارامتر لاقل ايرور ممكن، وبالتالي المتغير الاساسي اللي عندي هو السي وليس التي. اذا النقطه الاساسيه اللي عندنا حتى اوجد مقدار قيمه المينيمم اي اوف اي لازم انه اوجد مشتقة الاي اوف اي نسبة للسي وساويها بالصفر، او بمعنى انه يكون عندي مشتقة الدي نسبة للسي للمعادلة اللي هي تكامل من تي 1 الى تي 2 للجي اوف تي ناقص سي اكس اوف تي دي تي، طبعا هاي كلها تربيع دي تي بهذا الشكل. هذه هسه اللي هنا أنا حتى اوجدها هسه راح افتح التربيع، راح يكون مشتقة نسبة للسي بارامتر لقوس، أولا مربع الأول تربيع فتكامل من تي 1 إلى تي 2 للجي سكوير أوف تي دي تي، هذا الحد الأول ناقص الأول في ثاني في 2 فناقص مشتقة نفس الكلام هذا الحد لقوس 2 سي باعتبار طلعنا سي خارج التكامل باعتبار التكامل نسبة للزمن تي 2 لمقدار قيمة حاصل ضربهم اللي هما G of T في ال X of T DT. بعد عندي مربع الثاني راح يكون عندنا هنا زائد مربع الثاني خلي أكتب لي جوا اللي هو مشتقة نسبة للسي لمربع الثاني اللي هو راح يكون عندي C سكوير باعتبار C هنا طلعها لي برا تكامل من T1 إلى T2 لل X of T الكل تربيع DT. زين صار عندي ثلاث حدود. إذا انتبه هسه بالنسبة للحد الأول هذا بالنسبة لي هو نسبة للتي والمشتقة نسبة للسي، فهذا يعتبر كونستان فقيمته صفر. إذا يبقى عندي فقط حدين يعني تكون المعادلة بالنسبة لي مشتقة نسبة للسي باعتبار يوجد السي هنا وعندي هنا سي، إذا نتعامل وياهم على هذا الأساس، فبالتالي الحد الثاني مالتي الحد الأول قيمته صفر والحد الثاني والثالث هما اللي راح يكون هما مشمولين بإجراء العمليات الرياضية حتى على أساسها أحدد مقداره. إذا من هذه المعادلة هسه هنا إنه هذا الحد وهذا الحد هم اللي راح يكون مساويين بعد ما أشتقهم وساويهم بالصفر، إذا ناقص 2 تكامل لـ T1 إلى T2 لمقدار قيمة G of X عفوا G of T في الـ X of T DT زائد 2C تكامل من T1 إلى T2 لقيمة الـ X square of T دي تي اساويها بالصفر. بعد ما انه ارتب هذه المعادله احلل المعادله مالتي هذه لايجاد مقدار قيمه السي من عندها يطلع عندي مقدار قيمه السي يساوي هو عباره عن تكامل من تي 1 الى تي 2 للجي اوف تي في الاكس اوف تي دي تي على تكامل من تي 1 الى تي 2 لمقدار قيمه الاكس سكوير اوف تي دي تي، ويساوي إذا انتبه هذا الحد هذا المقدار هو يمثل مقدار قيمة الإنرجي للسيجنال حسب تعريفنا إلى هذا الـ EX. زين وإذا من عنده راح يكون عندي مقدار قيمة السي تساوي هو عبارة عن 1 على الـ EX تكامل من T1 إلى T2 للـ G of T
في الـ x of t dt. خلي انتبه على هذا التعريف شنو يعني بالنسبة لي تفسير مالته. إذا انتبه هسه هنا أنا إنه ألخص الأمور بشكل التالي: إذا أريد أوجد هسه مثلا تمثيل سيجنال بدلالة سيجنال ثانية، أسلوب التمثيل إنه أولا أذكر إن المعادلة مالت g of t هي تقريبا تساوي لـ c x of t. طيب أبحث الخطوة الثانية اثنين عن إيجاد مقدار قيمة السي بارامتر حسب المعادلة هذه، وحتى أوجد مقدار قيمة السي بارامتر إذا لازم ثلاثة أوجد مقدار قيمة الإي إكس اللي هي تمثل مقدار قيمة الإنيرجي للسيجنال إي إكس الإكس أوف تي. بعدها طبق المعادلة لإيجاد مقدار قيمة السي وأمثله وأوجد مقدار قيمة الجي أوف تي. طيب مثال خلي أخذ على هذا الحالة، يعني لو كان مثلا سؤال أنه أوجد، خلي أوجد مثلا هنا السؤال بشكل التالي، خلي أفترض أنه المطلوب لو فرضا أفترض مثال على هذه الحالة، افترض أنه عندنا إشارة G of T وهذه الإشارة ممثلة بالشكل التالي. خلينا نفترض أنه عندنا إشارة، الإشارة ممثلة بالشكل التالي، هي عبارة عن بلس بهذا الشكل، هذه معادلة قيمتها واحد وهذه قيمتها سالب واحد للفترة، هذه صفر هذه باي هذه 2 باي وهنا تي اكسس. هذه الإشارة مالتي هي G of T. السؤال اللي هنا أنا فرضا انه اوجد the best approximation g of t in terms of sin t. السؤال find the best approximation for of the signal g of t in terms بدلالة sin of t. بمعنى انه يقول اوجد تمثيل الاشارة مالتنا هذه باعتبار هذه توصل ماكسيمم واحد هالشكلها بدلالة الساين، بدلالة الساين t. خلينا نشتغل على هذه الخطوات لإيجاد التمثيل أو لإيجاد الابروكسيميشن بالنسبة للسيجنال مالتي. النقطة رقم واحد هسه اللي هنا أنا حتى أوجد مقدار قيمة التمثيل، إنه أولاً نذكر إنه أولاً خطوات الحل إنه الإشارة مالتي هسه G of T هي تقريباً تساوي CX of T، والX of T هي من هي بالسؤال هي ساين T، إذا راح تساوي لـ C ساين T وهذا ضمن يا فترة الفترة اللي هي من صفر لـ 2 باي، فهذه عندما تكون T أكبر تساوي صفر أقل أو تساوي لنا 2 باي. هذا تمثل هسه الخطوة رقم واحد. الخطوة رقم اثنين قلنا نبحث عن إيجاد مقدار قيمة السي بارامتر، وحتى أوجد السي بارامتر لازم أوجد مقدار قيمة شنو؟ الـ EX الـ Energy، فبالتالي أحسب مقدار قيمة هسه الـ Energy، فأقول طاقة السيجنال مالتي الـ EX هي عبارة عن تكامل من صفر إلى 2 باي للإشارة مالتي X of T تربيع DT، وتساوي عوض بالإشارة اللي هو من صفر إلى 2 باي لساين تربيع T DT. هذه بعد ما أحل الساين حل التكامل رياضيا وعوض بحدود التكامل الناتج راح يطلع عندي مساوي الى باي. اذا هذا تمثل مقدار قيمه الانرجي. هسه اذا اقول اطبق المعادله لايجاد مقدار قيمه السي بارامتر اللي هو هذه، فاقول اذا مقدار قيمه السي تساوي 1 على الانرجي اللي هي 1 على الباي تكامل من حدود المعرفه بالاشاره من 0 الى 2 باي للجي اوف تي مضروبه في ساين اوف تي. الجي اوف تي حسب السيجنال مالتي هذه الجي اوف تي قيمتها واحد من صفر الى باي، يعني خلينا نكتب القانون بصوره عامه، هو جي اوف تي في الاكس اوف تي دي تي ويساوي واحد على باي من صفر الى باي قيمه الجي اوف تي واحد في الداله مالتي اللي هي الاكس اوف تي ساين تي دي تي زائد واحد على باي من باي الى 2 باي قيمة الجي اوف تي سالب واحد، فصير هذه الإشارة ناقص في الإشارة واحد في ساين تي دي تي. بعد ما أحل هسه هذا التكامل وأعوض بحدود التكامل راح يطلع عندي مقدار قيمة السي هي 4 على باي. إذا هسه هنا أنا بعد ما طلعت السي بارامتر، إذا مقدار قيمة الجي اوف تي بدلالة الساين تي هي 4 على باي ساين تي. هذا التمثيل هو أفضل تمثيل أو أفضل تقريب للإشارة G of T بدلالة الساين T. هنا صار عندي مفهومين. أولا قبل قليل عرفت مفهوم الأورثوغوناليتي بالنسبة للإشارات، أنه متى ما يكون أنه أنا عندي الدوت برودكت ما بين تو فيكتورز أو خلي أقول ما بين تو سيجنالز إذا يساوي صفر، إذا كان الناتج ما بين الدوت برودكت بيناتهم يساوي صفر، فإذا راح يكون هنا الإشارتين هذولي أو الفكتورين متعامدين.
الكلام هسه اللي هنا من اوجدنا هنا كيفية التعميم على القانون مالتي، افترضنا في بداية الشرح انه الاشارات مالتي ريال، حتى لا انسى، حتى يكون هنا ريال. خلي اعمم لو كانت الاشارات اللي عندي كومبلكس، شو راح يكون اختلاف بالتحليل؟ لو كان هنا عندي المقدار السيجنالز اللي عندنا هم عبارة عن كومبلكس سيجنال، الاختلاف بدل ما يكون انا عندي ريال فقط وكمية، اذا راح يكون عندي مقدار واتجاه باعتبار كومبلكس. فاذا كان هسه عندي، نقول اذا كان الجي اوف تي والاكس اوف تي اللي هما تو سيجنالز هالمره يكونون هما ار كومبلكس، اذا كانوا كومبلكس سيجنالز فبالتالي حتى احسب مقدار قيمه الانرجي، طبعا كومبلكس ضمن الفتره اللي هي تي 1 تي 2، هنا راح يكون عندي انه مقدار قيمه الانرجي اول السيجنال مالت الاي اكس راح تكون مساويه الى التكامل من تي 1 الى تي 2 مطلق الاكس اوف تي تربيع دي تي، بسبب انه انا اخذ فقط المقدار مالت الاشاره مالتي، والدليل على انه المطلق على اعتبار هي كومبلكس. زين التمثيل مالت السيجنال مالتي جي اوف تي يبقى بنفس الاسلوب، هو سي في اكس اوف تي نفس الاسلوب، ومقدار قيمه الايرور اي اوف تي تساوي مقدار قيمه الجي اوف تي ناقص سي اكس اوف تي بنفس الاسلوب. طيب هنا فقط نقطه عندي، اذا اريد اوجد مقدار قيمه الانرجي للايرور حسب هذه المعادلة، هو تكامل من تي 1 إلى تي 2 لمقدار قيمة مطلق، باعتبار أن هذولي ذكرنا أن هذولي أصبحوا كومبلكس، فبالتالي يتعامل وياهم على أساس المطلق اللي جي أوف تي ناقص السي في الأكس أوف تي مطلق تربيع دي تي. حتى أحل هذا التكامل عندنا رياضيا، لو كان عندي تو فكترز يو زائد في تربيع القيمة المطلقة مالتهم، هذه تساوي لي مطلق الأول تربيع زائد مطلق الثاني تربيع زائد اليو كونجيجيت في الفي زائد اليو في الفي كونجيجيت. هذه معادلة رياضية نستفاد من عدها إذا كان عندي two complex number، رياضيا نفتحها بهذا الشكل، أحل على أساسه بهذه المعادلة، راح يكون عندي مقدار قيمة الإي تساوي تكامل من تي 1 إلى تي 2 لمطلق الأول اللي هو جي أوف تي تربيع دي تي، هذا الحد الأول زين، ناقص باعتبار هذه هنا عندي سالب مطلق 1 على جذر إي إكس تكامل من تي 1 إلى تي 2 لجي أوف تي مضروب في مقدار قيمة الإكس أوف تي كونجيجيت دي تي، هذا الحد الثاني مطلق. بعد عندي الحد ثلاثة زائد راح يكون عندي مطلق سي جذر اي اكس ناقص واحد على جذر اي اكس تكامل من تي واحد الى تي اثنين لقيمة الجي اوف تي في الاكس اوف تي كونجيجيت دي تي مطلق. خلي انتبه على الحد الاول والحد الثاني هنا، هسه هذه المعادلة اللي اريد امثلها، انتبه على الحدين الاول والثاني. الحد الاول والثاني بما انه الاشارات مالتنا اللي هنا هم اولا يعني هذا الرياض هذه المعادله هي داله لمتغيرات التي، نفس الكلام هذه داله لتغيرات التي، فقط هذه هي داله لتغيرات السي باعتبار احسب مقدار قيمه السي بارامتر، فبالتالي هذول الحدين راح يكون مساوي لصفر. اذا انتبه على هنا انه فقط هذا الحد يحتوي على مقدار قيمه السي، على هذا الاساس انه انا ممكن انه انا اوجد مقدار قيمه السي بارامتر بالشكل التالي، بما انه ذول الحدين ما يحتوين على اي سي بارامتر او انه ما يعتمدون على تغييرات السي، اذا هذا الحد راح يكون صفر، هذا الحد راح يكون صفر، فقط ادي هذا الحد الاخير ثلاثة اللي راح اتعامل وياه. من هذه المعادلة انه مقدار قيمة السي بارامتر راح يكون مساوي الى واحد على طاقة السيجنال مالت الاكس تكامل تي واحد الى تي اثنين للجي اوف تي في الاكس في الاكس اوف تي كونجيجيت دي تي هالشكل. زين والسبب اللي هنا اللي عندي هسه انا جاي افترض ان هذول الحدود ساوين صفر، باعتبار انه هنا القاعده اللي عندي اذا كانت الاشارات مالتي متعامده انه مقدار قيمه التكامل ضمن هذه الفتره راح يكون مساوي الى صفر. او بصوره عامه لو كان مثلا هسه انا اذا عمم قاعده الاعتماديه انه لو كان التكامل من تي 1 الى تي 2 للسيجنال مالتي اكس 1 اوف تي في اكس 2 اوف تي كونجيجيت دي تي يساوي صفر، او انه التكامل من تي 1 الى تي 2 للاكس 1 كونجيجيت اوف تي في الاكس 2 اوف تي دي تي يساوي صفر، فبالتالي انه القرار مالتنا ذول الاشارات راح تكون اشارات متعامده.
إذا صار سأدي مفهومين للتعامد، أولا إذا كان ريال الدوت برودكت بيناتهم يساوي صفر، أو إذا كانوا كومبلكس إذا تكامل x1 أوف تي x2 أوف تي كونجيكيت أو x1 كونجيكيت في x2 الناتج إذا طلع صفر، إذا راح يكون عندي الإشارات مالتنا متعامدة. بقى عندي مفهوم أخير، إنه لو فرضا المطلوب من عنده هو إيجاد مقدار قيمة الباور لمجموع إشارتين متعامدتين أو الإنيرجي لمفهوم إشارتين متعامدتين، شلون راح أبدي أحسب بهذا الشيء؟ يعني خلينا نفترض إنه الزد هي فيكتور، هو عبارة عن x زائد y بهذا الشكل. القاعدة عند الرياضية إنه مطلق الزد تربيع يساوي لي مطلق الاكس تربيع زائد مطلق الواي تربيع، هذا رياضيا بالنسبة للعلاقات الفيكتورز. خلي أعممها على السيجنالز فأقول بنفس الأسلوب، لو كان عندي إشارة هي عبارة عن زد أوف تي تساوي لي مقدار قيمة الاكس أوف تي مجموع الاكس أوف تي زائد الواي أوف تي، زين، وهذول الإشارات اثنيناتهم إشارات متعامدة ضمن الفترة تي واحد تي اثنين، اثبتنا متعامدين بعد ما انه طبقت المبدأ عليهم، اجريت التكامل ما بين الـ x of t والـ y of t حسب القاعدة طلعوا متعامدين. اذا اريد اوجد مقدار هسه قيمة الانيرجي بالسيجنال z هي تساوي الانيرجي بالسيجنال x زائد الانيرجي بالسيجنال y، هذه في حال انه تعامد. اثبات على هذه المعادلة، اطبق القاعدة انه لإيجاد الانيرجي بالسيجنال z اقول هو تكامل من t1 الى t2 لمطلق z of t الكل تربيع دي تي، ويساوي هو تكامل من تي واحد الى تي اثنين لمطلق اكس اوف تي زائد الواي اوف تي الكل تربيع دي تي. افتح التربيع راح يكون عندي تكامل من تي واحد الى تي اثنين لمطلق الاكس اوف تي الكل تربيع